أتحدث إياكم بشكل سريع عن العلامات البلاستيكية اللي تظهر في داخل مثلثات بثلاثة أسهم متعاقبة وداخلها أرقام من الواحد إلى السبعة، وغالبا تلاقوها في أسفل المنتج. وسؤالي الأول: من منكم يعاين هذه الأرقام لما يروح إلى السوبر ماركت؟ أرتبهم إليكم في ثلاث مجموعات رئيسة حتى نهضم الموضوع، ابتداء من الأكثر خطورة إلى الأقل خطورة. المجموعة الأولى وفيها الأرقام 3 و6 و7، 3 تدخل فيه مادة الفثيلات الملينة للبلاستيك، ولهذا تلاقوها في أغراش الكاتشب أو الزيت المهيئة للعصر. مشكلة هذه المادة لو تحللت ودخلت إلى جسم الإنسان فرايح تسبب مشكلة. 6 تدخل فيه مادة الاستيرين اللي تعد مسرطنة، وتلاقوها غالبا في العلب البيضة البلاستيكية مثل الموجودة عند الفوالين. 7 تدخل فيه مادة البيسفينول A اللي تتشابه في شكلها مع الهرمونات وتتداخل مع الغدد لو تحللت من هذه الأغراش ودخلت إلى جسم الإنسان. المجموعة الثانية وفيها الرقم 1 واللي هو PET، هذه المادة ديسبوزابل تستخدمها مرة واحدة وترميها، ما يصير تشرب الماء منها، وغالبا تلاقوها في عبوات الماء، وبعدين تمليها بعصير أو ما شابه أو تعطيها الأطفال يروحوا بها إلى المدرسة. وهي ممكن تتحلل بفعل العوامل الجوية أو الحرارة أو لما تخزن لفترة طويلة، ولهذا إحنا ضد إنها توضع في الصناديق في سيارات المياه وهي تدور في الشارع وأشعة الشمس تضرب فيها والحرارة عالية، ويا ما تحدثنا عن هذا الأمر. المجموعة الثالثة وفيها الأرقام 2 و5 و4، هذه المجموعة هي الأقل خطورة، ولهذا تستخدم في عبوات الأدوية وتلاقوها أيضا في العلب المخصصة لللبن والحليب.